ترى لما يدخل في خاطرك بوريتو في الليل تبي تطلبها تبي تسوي لك اياها بس تحس انها ثقيله وراح تحس بالدم لو اكلتها. اليوم انا راح اعلمكم كيف تسوون بوريتو بدون ما تحسون بالدم وتاكلونها خفيفه لذيذه كيف تروح تنامون وانتم مو مشايلينها. ايوه اكلنا راح يكون كله كذا صحي الفتره هذه لان شو السالفه راجع من جده وبصراحة يعني فجرت الأكل هناك أكلت كل شيء حرفيا ما بقيت شيء لأن الأكل هناك يجنن ما قدرت أمسك نفسي فلازم ننتبه على أكلنا الفترة هاي فبوريكم واحدة من السندويشات اللي أنا أسوي لي إياها إذا جيت نش ولا جيت بخسر دهون ولا شيء زي كذا فخليكم معاي وبس الدجاجة فيه كذا لكن بتدقونها الحين وتضربونها. إذا عندكم ال شو يسمونها ذيك؟ المطرقة الفانسي الكشخة هذيك اضربوا فيها بس احنا متعودين على هذه. زي كذا. مو بقوة بقوة ولا بخفيف يعني ميديم. بعد ما تضربونه تقطعونه كذا شرايح. بخليل السندويش فهمتوا؟ ما نبغاها كبيرة ولا نبغاها صغيرة. نبغاها كذا. شوف كيف؟ كذا. بسم الله. سكين الساموراي حقنا ذا. والله جيد. قطع كل شيء حرفيا. كيف تسوون تتبيلة الدجاج؟ طيب؟ شوفوا. لازم يكون الدجاج لونه لون البهارات يعني ما ينفع يكون لونه لون دجاج اذا شفتوا ما ادري كيف اشرحكم اذا شفتوا لونه نفس لون الدجاج يعني مو مبهر زين فلازم يكون كذا عبى البهارات راح اصور لكم البهارات الحين بعد شوي وش نسوي بعد شوف كيف لازم تجيك زي كذا مبهرة صح قرب نخلص شباب قبل شوي صراحة كان في اكتئاب شوي لأن ما صرت آكل واجد ف كذا المود حقتي كأني ايمو فهمتوا؟ المهم تجيبون مايونيز تحطونه هنا بالصحن المايونيز اللي انتم تحبونه انا جبت المايونيز الياباني صراحة ما يهمني كل اللي يسويه أهم شيء الطعم. بجيبوا لكم معجون فلفل من اختياركم. وأنا صراحة أنصحكم بشيء كذا مكسيكي. تحطون شوي منه. إيوه هذا فرق شوي بالنسبة لي يعني. بعدها تجيبون عسل لو تبغون. أنا بصراحة أحبه. كذا يعطي جو شوي نكهة. بعدها فلفل. اسود تجيبون الكزبره وترمونها فوق الصوص كذا بعدين تبدأ تخلطون شوف كيف الصوص الحين تبدوا تجهزون الخضروات اللي بتحطونها على السندويشة جاي بصل بصلة يعني بسوي سندويشة واحدة لا تسألوني كيف بديتها ما ادري ف يوي الحين زاوجة الدجاج خلصة مسوي لنا احلى سندويشة يا عمي يا عمي جوعان تتبيلة ريحتها طلعت من الحين خبز او ترتلة لا تجيبون ترتلة فيها كارب عالي ولا كلبس عالي عشان ما تتوهقون بعدين يعني مثلا شوفوا هذه فيها هذه فيها
11 جرام بروتين و5 كارب، 5 جرام كارب على كل وحدة ولا شيء. الكالوريز اللي فيها كم؟ 100 كالوريز على كل وحدة. العافية شكرا ما قصرت. الخبز العادي او الترتيلا العادية يكون فيها 200 كالوريز تقريبا، فهمت؟ فدبل. فزيد المنتجات تساعدك انك تسوي لك كمية كثيرة بدون ما تحس بالدم. حبيبي فوق ايش فيك؟ ليش زعلان من زعلك؟ شوفوا كيف شكلها. الحين خلينا نسوي سندويشة. بسم الله، تاخذون الدجاج تحطونه كذا بالطول، تجيب لك فشارة، ما لي خلق ادور صغير صراحة، فوشو تبشر فيه الجبنة من اختيارك طبعا، الجبنة اللي انت تبيها. بعدها بصير معك الشكل زي كذا مغري، تجيب الصوص ترميه بعدها، تجيب الخس من شوي طماط واحدة بعد عرم خاطر، تجيب البط. كيف تلف البوريتو؟ أسهل منها ما في، كذاب معقدة جدا على حسب كمية الأكل اللي أنت تحطها. وش تسوون؟ تسكرونه كذا، تجمعون كل شيء تحت هنا تسوي هك لها، بعدين تسوي كذا. حبيبتي انا ايش مشكلتي مع اللف؟ لا سوشي لا سندويشات لا ولا شيء، حرفيا ولا شيء. حبيبتي ممكن تضبطين؟ شاطر. زين تسوي كذا حبيبتي. ايوه هذه هي البوريتو. الحين نزود اللذاذه شوي ونخليها كذا ممتع جميل. نحطون النار بدون الزبدة ونسحونها كذا. وبسم الله نبدأ. انظروا إلى الجميلة، تنتظرنا لكي نذوقها. بسم الله. انها سبايسي يا شباب، اختار الصوص زي الناس اللي جبته اول مرة اجربه بصراحة. يعني خلاص بريتو مليون مرة. خلاص لا تفوتكم، لازم تجربونها. من لقمة واحدة خلصت، شدة الحمد لله.